استنكارا للهجوم الذي تعرضت له الزميلة ميش ضياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هجوم وصفه أحد المشاركين في اللقاء بأنه عنصري حاقد لا أخلاقية له ولا قانونية له، عقدت الأمانة العامة لقوى 14 من آذار اجتماعا تضامنيا لإطلاق شرعة العمل السياسي والإعلامي وفقا لمعايير الأخلاق. المشاركون في اللقاء ومن خلال الكلمات الكثيرة التي ألقوها دعوا إلى إطلاق انتفاضة أخلاقية والتي من دونها سيبقى لبنان مشلولا ومعاقا. جئت أقول كلمة واحدة، لا تقلق، هم ينبشون القبور فلا تعجبي إذا هشموا بالأجساد الباقية. لابد كما وضعنا قانون للآداب الطبية أن نضع في أقرب وقت قانونا للآداب السياسية. لا أحد منا يستطيع أن يخفف آلام ماي، بل أن تضامننا معها يساعدها على متابعة النضال والكفاح لإثبات إنسانية الإنسان وحقه بالحياة بالحرية وبالعدالة. المشاركون في اللقاء التضامني أكدوا شجبهم ورفضهم لكل أنواع العنف وخصوصا العنف المعنوي الذي اعتبروه لا يدل إلا على نية لاغتيال الآخر رمزيا، ودعوا في التوصيات التي خرجت عن اللقاء إلى صياغة والتزام منظومة من الآداب في مجالي العمل السياسي والإعلامي على قاعدة حماية نظام القيم في المجتمع اللبناني.